المخرج الاستاذ نبيل الشاذلي. حضرتك اتعرفت ازاي على السباح الاسطوره عبد الرحمن؟ انا ليه حكايه معاه. اتفضل. ليه حكايه شخصيه يعني. انا اتخرجت من جامعه في اسكندريه سنه 63 وقدمت على الهجره لكندا انا واثنين اصدقاء واتقابلنا. فانا مش عارف هقول لوالدتي ايه ان انا مهاجر كندا. وانا وكان والدي توفى وانا الولد الكبير يعني مش عارف هقول ايه. فانا قاعد مره في على البحر في سيدي بشر مع مين؟ عبد الحي ابو هيف اخو الصغير. قال لي مالك في ايه؟ قلت له مش عارف هقول لامي ايه. قال لي طب اقترح عليك اقتراح؟ قلت له ايه؟ قال لي اعمل لنا غدا عندك في البيت وجيب لك عبد اللطيف يتغدى ويقنعها ان انت تسافر. ده في اسكندرية بقى هو نجم النجوم ساعتها. طبعا الجرايد كلها. البطل العالم بطل ليه المانش يعني. فانا حتى الجرايد دي رحت جبتها من سوق القديم.